ما يخص واش قال الاستاذ امين سي كو واسمو كونسيرنون الموسم الاصطياد سي فليك واسمو قصير بزاف وهذه لا ديفيكولتي اللي نلقاوها ميم حنا كي نروحوا يعني في الخارج وندير ونيغوسيو مع لي زوتيل باسكو السائح الجزائري عنده مده معينه فري قصيره شوف بعد نتائج البكالوريا بعد العيد قبل اسمو لا رونتري سكولير دخول مدرسي شحال عندك عندك تقريبا شهر شهرين ولا تاع خدمه شهر ونص طبعا وخلال هذا الشهر كل العائلات الجزائريه حبت تروح وما تسناش وتجوز رابيدمون اكسيتيرا وهذا مستحيل عبالك الناس اللي خدموا السياحه في العالم البلدان اللي تبعت اكثر يعني وفود سياحيه هي المانيا الناس يفواياجيو على العام يروح في سبتمبر جانفي فيفري مارس كل الاشهر واسمو يروحوا اون